انا عايزه افهم يا اكرم، هو جوز اختك عايز مني ايه بالظبط؟ مره يتهمني بالسرقه والتزوير، ودلوقتي بيتهمني بالرشوه، هو في ايه بالظبط؟ تفتكري هو اللي اتفق معاها؟ افتكر هو اللي اتفق معاها؟ لا، انا اللي رحت اتفقت معاها واديتها الفلوس عشان تيجي تقول الكلام العبيط اللي قالته ده. اهدي شويه يا جميله، الموضوع ما يستاهلش. لا يستاهل يا زياد، مش ههدى، دي سمعتي، سمعتي اللي قعدت ابني فيها سنين. والله ما حد هيسمع كلام البنت دي خالص، ومامتك نفسها ما صدقتوش، ما كانت عندي النهارده الصبح. ايوه بس ايه اللي خلي بنت زي دي تيجي وتسيب 10,000 جنيه وتمشي؟ ايه يا ترى يا هل ترى؟ ضميرها صحي ولا الفلوس اللي انا اديتها لها كانت لها ايدها بالليل فقررت تيجي تتكلم الصبح فيها؟ يا اكرم ما تروح تسال جوز اختك اديها كام عشان تقول الكلام ده. ما هو شايف يا حبيبتي مش هيستفاد حاجه لما تتجوز لماما. بس بالنسبه له هيبقى احسن بكتير من ما الفلوس تبقى معايا. وبعدين انا كنت رايحه اتنازل، والله كنت رايحه اتنازل فعلا لولا الكلام اللي قالته البنت. وثانيه واحده عشان تعرف، انا اكتشفت ايه النهارده في الشهر العقاري؟ كل يوم الواحد بيكتشف مصيبه شكل. اتفضل اقرا اقرا. العقود دي ممضيه بامضه بابا، هو بصحته زي الفل، وكان معاه كمان عمته، وتنزلها عن الشقه اللي هي قاعده فيها دلوقتي. نعم نزلها يعني ايه؟ هو بابا كان ماشي كده بعت فلوسه على الفاضي؟ هو احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يا اخي ماله هو حر فيه؟ لا مش حر، دي فلوسنا يا جميله. يعني انت عايز تحاسبه على اللي عمله في حياته؟ ما تقول كلام منطقي يا اكرم. بص بقى يا اكرم، انت هتروح تقول لهم ان انا مش هتنازل عن العقود دي، انا ابتديت مشوار وهكمله للاخر، لازم اعرف بابا عمل كده ليه. اما ألفت بقى انا هعرف اجيبها واخليها تعترف، وان شاء الله جوز اختك ده هيلبس قضيه رشوه على ايدي. الحمد لله على السلامه يا استاذه. صباح الخير يا عم حمد. صباح النور، احنا قلنا حضرتك في اجازه ومش هتيجي اليومين دول خالص. في موظفين موقفين عن العمل يا عم حمد، ومرتباتهم موقوفه، لازم التحقيقات تكمل، مش يمكن يكونوا مظلومين؟ ذنبهم ايه؟ والله عندك حق، ربنا يكتر من امثالك. مدام جميله افندم، عايزاكي لو سمحتي. طب يا عم حمد والنبي حط ايد على المكتب وانا هحصلك على طول. حاضر يا استاذه. متشكره جدا افندم. اعرفك بنفسي، انا داليا نصار، مرات المهندس طارق نصار. متهيألي سمعتي الاسم ده قبل كده. اعتقد اه سمعته. حضرتك انا ابقى مرات الراجل اللي مامتك لايفه عليه بقالها سنين من وراكم؟ ما تحترمي نفسك، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ حقك ما تصدقيش، ما هي مامتك، بس نعمل ايه في الحقيقه المر. عموما انا مجهزه لك فلاشه، اقري واسمعي الواتساب اللي بين جوزي ومامتك. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.